السلام عليكم ورحمة الله. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل ايه النهاردة يا ام اسلام؟ زي ما انتوا شايفين كده المانجا طبعا متوفرة كتير ورخيصة السنة، يعني ما اقولكوش، فقلنا بقى نستغلها ونخزنها في التلاجة معانا، تنفعنا في رمضان، تنفعنا محتاجين شوية عصير، بنطلع واحدة في ساعتها كده ونعملها عصير. بس طبعا كلنا كمصريين بنحبها قوي 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 في رمضان. فيلا كده نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونشوف اسهل طريقة لتخزين المانجا في الفريزر من غير ما تتعبي نفسك ولا اي حاجة، وهتسيبيها وهتبقى كأنها انت لسه جايبها طازة لو قعدت سنة في الفريزر. هنعمل ايه يا ام اسلام؟ انا باخدها زي ما انتوا شايفين مكيسينها ازاي، كل واحده في كيس او كل اتنين تبع ما انت الكميه اللي انت بتعمليها. طبعا المانجا احنا بنجيبها كده جايبينها صندوق كامل، فبنقي بقى منها الخضره شويه، تحسيها ان هي لسه جامده فبسيبيها برضو كده يوم اتنين بتلاقيها تستوى معاك. لكن ما ينفعش طبعا ان انت تخزنيها خضرة، بتفضل خضرة وما بيبلهاش اي طعم ولا اي لون، ولا تحس ان انت بتشربي عصير منك. فزي ما انت شايفة كده احنا هنقعد شوف الجامدة دي بنسيبها المستوية، تحسيها بقى كده مستوية، صفرة مستوية خلاص. دي اللي هنبدأ ناخدها ونغسلها ووريكم هنعمل فيها ايه. وطبعا المانجا فيها طرقها كتير قوي ان انت تخزنيها بيها، ممكن تقشريها وتقطعيها، وممكن تعمليها عصير، وممكن تخزنيها كده زي ما هي. انا الطريقة دي هي اللي انا بخزن بيها فعلا المانجا، ان انا بغسلها واحطها بحلها كده زي ما هي بخيرها كده واحدة بواحدة. انا زي ما قلت لكم شايفين المستوية، فبنقيها احطها هناك في المصفى ونشوف هنعملها ازاي. لكن زي ما قلت لك اوعي تعينيها خضرة، ما ولا اكنها متعناها هترميها تطلعيها ترميها على طول. شايفين الخضرة الجامدة دي؟ انا بسيبها شوية. بحاول بقى انقي اللي هي المستوية اخزنها، واللي هي الناشفة الجامدة شوية اسيبها بقى لبكرة كده خلاص. اخدها بقى اغسلها كده واحده بواحده، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. وطريقه سهله خالص وبسيطه ومش محتاجه اي حاجه مننا خلاص. بعد ما غسلتها جبت طبعا ممكن تسيبها بقى تصفى براحتها، بس انا حبيت اخلص الفيديو بسرعه، فجبت مناديل المطبخ لو ما فيش عندك قماشه نظيفه من بتاع الفوط من بتاع المطبخ، وتمسكيها بقى تمسحيها كده واحده واحده، ولازم تغسليها كويس عشان بيبقى فيها رمل، فاغسليها كده عشان تبقى عينه الحاجه وانت مطمنه تطلعيها على طول تبقى جاهزه. دي اسهل طريقه اننا اللي بنخزن بيها المانجا. والله انا ما بخزنها الا كده يعني، بس عشان فيديو قشرته لكم فيه او قطعتها، فمجرد ان انا بعمل الفيديو بس. لكن الطريقه فعلا اللي انا بخزنها بيها ان انا بغسلها كويس وانشفها واحطها بكيسها بقى في الاكياس على قد الكميه اللي انا بحتاجها. اكياس معايا ده، انا لقيت عندي اكياس صغيره يا دوب هي على قد الواحده بس. طبعا لو انت عندك اكياس كبيره من بتاعه اللبن ديت هتخزني 2-3 في كل كيس تبع ما انت عايزه. هي اهي شايفين، وهروح ربطها وقفلها وخلاص وكده، وترميها بقى في الثلاجه، ارميها في الفريزر بتاع الثلاجه لو عندك دي فريزر ارميها فيه. ما بقى بتحتاج تعملها عصير بتطلعيها تحطها في شويه الميه وتفك في ساعتها، او من غير ميه هتفك وتطلع معاكي عصير طازه لسه طالعه دلوقتي، يعني جايه دلوقتي. الطريقه دي ما بتغيرش لا طعمها ولا بتغير لونها. على قد الكيس الصراحة، انا ما كانش زي ما قلت لكم ما كانش فيها الاكياس الصغيرة دي، قلت استغلهم بقى، ما فيش اللي هم يعني انا هسيبهم، لا استغلهم في اي حاجة اخزن فيها المانجا. شايفين ما شاء الله، طريقة سهلة خالص وما بتحتاجش وقت معانا.
دي اسهل طريقة لتخزين المانجا. في طريقة تانية برضو انا قطعتها معاكم وعملتها في فيديو، وفي طريقة لسه انا هعملها برضو، ان انا بعملها عصير وعباها في ازاز واخليها جاهزة. بس الطريقة فعلا اللي انا بستخدمها عندي وتكفيني من السنة للسنة اللي هي الطريقة دي. محتاجين لسه كيس كمان، فقلت ايه اكملهم، واللي هناك بقى في الصندوق كل ما واحدة بتحس ان هي استوت شوية اروح واخداها وعينها بنفس الطريقة. دول بقى عشان اتنين صغيرين فاحطهم في الكيس. حبايب قلبي ما تنسينيش باللايك، ما تنسينيش بتعليق جميل منك، ما تنسينيش بالاشتراك في القناة، ودعوة حلوة منك ان ربنا يشفيني ويعافيني يا رب. واشوفكم على خير، واسيبكم بقى تستمتعوا بالفيديو ده، واشوفكم على خير فيديو جديد. انا بيتي مملكتي، امي اسلام، في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.